قلت يا معلمي حرقوا كنيستي. فابتسم وقال قلبك كنيستك، كسروا صليبي. فقال هو في قلبك صليبك، أخرسوه ناقوسي. فقال ضميرك المسيحي ناقوسك، فقلت يا يسوع اضطهدوني فابتسم وقال قبلك يا ولدي، قبلك يا قبلك يا ولدي. صلبوني قبلك يا ولدي، صلبوني. قلت ماذا أفعل يا مخلصي؟ فقال مبتسما قلتها دوما: أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. ما أعظمك يا يسوع، ما أعظمك يا يسوع، ما أعظمك يا وما سعدني بك.